اني كنت نحلم في ننجح هكا، وكانت عندي احساس اني مش ناخذ هذه قويه، وكنت نحلم اني ناخذ 20. ما صارتش برسمه تطلع حقيقه الحكايه هذه، اما كان نحس اني عندي بوتنسيال هكا اني نجي نعمل كمان. اسمي رمزي مساك، نقرا في ليسي فيلوسوس من نحنا توا، باك مات، جبت موين 20.15 دول على المستوى الوطني، الحمد لله. هني جست لازمك السر اللي راهو مش كل ماتير برانسيبال هما السر ولا نجاح، هذا يزم عبد ما همش ماتيرات الاخرين كيما العربي والفرنسي والانجلي والفي معناتها والفي والنصار، فما برشا عبيد اجابوا قدي في معناتها الفيزيك، اما معناتها امل قد الفيصل بيناتنا هو جست ماتير برانسيبال. دونك ما ننصحش الناس تهمش وتقول هذوما ما عندهم ما يعملوا، معناتها خاطر هما في الاخر كتلم تلقاهم اكثر من الكوفيسيون تاع ماتير برانسيبال جمله. انك ما تخدمش بريتم اقوى منك، لازم تخدم بريتم مريقل معناها ترتاح، عندك يبدا عندك هوايه تعملها كيف تحب، تبداش ديما تقرا 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 وبعدين تولي تعمل اسيو مناج ولا حكايه. دونك لازمك تقرا بريتم نتاعك، مش لازم اجور كل نهار تقرا كل شيء قريته، اليوم تنجم نهار تحطه كله راحه ولا حتى نهارين ورا بعضهم كلهم راحه. في المستقبل ان شاء الله نحب نعمل انجينيور في سيبر سيكيورتي في المانيا، كان سهل ربي ماشي من فوا دبلومي نرجع لتونس ان شاء الله. توجنا سابقا لكن السنة بطبيعة الحال تتويج خاص عنده طعم خاص، ولدنا معناتها الأول على المستوى الوطني مش في مادة في شاطر الرياضيات فقط، في جميع المعدات 20.15 معناتها إنجاز ممتاز جدا. الوليد بصراحة أنا كنت مؤمن به منذ معناتها الوطن قدماه معناتها المعهد الجامعي فيه من سنة أولى ثانوي، كنت ديما معناتها يا رامز راكبتي ممتاز يا رامز كذا إلى آخره، وكنت متأكد 100% أنه في البكالوريوس سيكون من المتوجين، وتنجموا تسألوه أنتم تقولوا له معناتها المدير إيش قال لك معناتها وأنت جاي الصباح أول نهار باش تعدي في البكالوريوس. نستنى نتأكد من سيرتي من الاثنين إن شاء الله، فهمت كيف ما كنت ديتونسيير، قلت لك إن شاء الله نقول إزاي عم يمين. بعد انك خرجت فتحاني عملي شفت اغلبيه صعدت تسلمي عاد كل نهار كيك ندوي دغرو.